بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السيدة مريم رجوي رئيس المجلس الوطني الإيراني، السادة رؤساء الوفود، أيها الحشد الحضور، من سوريا الجريحة جئناكم من بين أسلاء الأطفال والنساء والشيوخ، جئناكم مباركين ثباتكم وشجاعتكم وكسب ثقة العالم بكم من جهة، ومن جهة أخرى أتيناكم شاكين لكم وللعالم على ما يعاني الشعب السوري من النظام الإيراني المستبد وحزب الله الشيطاني في لبنان. باسمي وباسم الجيش الحر في سوريا الحبيبة، أقدر عاليا مواقفكم النبيلة، موقف الإسلام المعتدل تجاه قضيتكم وقضايا المنطقة والعالم بالكامل، ونظرتكم وتطلعاتكم نحو عالم خال من كل أشكال التطرف يعيش الناس فيه متساوين الحقوق والواجبات بغض النظر عن انتماءاتهم الإيديولوجية والطائفية والعشائرية. أيها الإخوة، إن النظام الإيراني نظام دكتاتوري قمعي يتدخل في الشؤون الداخلية للدول، وكما نراه في البحرين، في اليمن، في الكويت، في السعودية، في دول آسيا الشرقية، وفي لبنان من خلال حزب الشيطان، والذي جرد الحكومة اللبنانية من صلاحيتها وأصبحت حكومة بدون سيادة أو دولة بدون سيادة. أما تدخله في سوريا لجانب النظام، وكوني أتيت من الأرض السورية، أقول لكم وأمام ناظري من الأسبوع الثالث للانتفاضة، وأنا كنت في الجيش العربي السوري سابقا، وأمام ناظري كانت الثورة سلمية، فكان على أسطح الأبنية أبنية الحكومة أناس من حزب الله وإيران أخصائيين بالقنص يختارون النشطاء في الثورة السلمية، وكل يوم يسقط أكثر من 50 إلى 100 شهيد عندما كانت الثورة سلمية. وما أن فرض النظام الثورة المسلحة حتى تدخل مباشرة، وأنا على الحدود الشرقية من سوريا شاهدت بأم عيني، وأقسم بالله أكثر من 40 باص اشتبكت معهم أحد فصائل الثوار وهم إيرانيون عبر الأراضي العراقية. إن النظام الإيراني نظام الملات يسعى لتأجيج حرب طائفية في المنطقة بين الشيعة والسنة. أناشد شعوب العالم أجمع، دولا ومنظمات، الوقوف إلى جانب الشعب السوري الجريح، والوقوف إلى جانب الشعب الإيراني المظلوم. كما أناشد منظمة مجاهدين خلق للعمل المشترك مع الثوار في سوريا
ضد هذا المشروع المتطرف بكل أشكاله. تحية لأرواح شهدائنا الأبرار الذين سقطوا مدافعين عن حريات الشعوب. تحية إلى شهداء منظمة خلق الذين سقطوا، ومنهم المؤسسين محمد دجاد، سعيد محسن، بديع بادر كان. تحية إلى أحرار العالم الذين يقفون إلى جانب الشعوب المقهورة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.